السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. معنا النهاردة مع يونت 9. يونت 9 هنتكلم عن أشياء كتير. أول حاجة هنقرأ مع بعض المحادثة ونحاول نطبقها مع بعض. تاني حاجة هنشوف قاعدة إيه اللي موجودة في يونت 9 وهقولها لك بسرعة جدا، وفي الآخر هنلاقي 20 سؤال من أسئلة الكتاب المدرسي والورك بوك هنحلهم مع بعض، أوكي؟ ونوضح ليه اخترنا الاختيارات دي. على بركة الله، بسم الله نبدأ. أول حاجة النهاردة بسم الله time for English 5 unit 9 by the seashore. by the seashore. طبعا احنا عارفين ان كلمة by معناها بواسطة، وبرضو ما تنساش ان ليها معنى تاني هو اسمه، ايوه برافو عليكم، ناكس تو اللي هي بجوار، اوكي؟ يبقى by the seashore اللي هي بجوار ايه؟ الشاطئ. great. طيب معانا الconversation المحادثة. oh I missed the pool. I missed the ball. I missed the ball. خلي بالك ما اسمهاش missed، اسمها ايه؟ ايوه missed the ball. اوكي we won. we won. won زي كلمة واحد اللي هي won، التصريف الثاني من كلمة win. we won يعني ايه؟ احنا فزنا. I missed the ball يعني ضيع الكورة، انا ضيعت الكورة. اوكي congratulations. خلي بالك لو بحثت في القاموس هتلاقيها congratulations، ايوه يعني ما تقولهاش congratulations، ممكن بس في ايه؟ في نطق تاني. nice game. it was close. yeah it was. congratulations معناها ايوه تهانينا او الف مبروك، الله يبارك فيك يا سيدي. nice game لعبة كويسة أو ممتازين ماتش كويس. it was close. yeah it was. okay do you want to play again. do you want to play again. خلي بالك من السؤال ده. do you want to play. do you want to play again. انتوا عايزين تلعبوا تاني؟ ها sure بالتأكيد sure. اوعى تقولها سيور، السيور دي في حاجة تانية، هنا اسمها ايوه sure. okay this time we will win. بس المرة الجاية بقى دي خلي بالك we will win، سوف نفوز. will win اللي هي we الابوستروفي ال ال، ده اختصار لكلمة will اللي هي معناها سوف. اوكي التانية بتقول له ايه بقى؟ we'll see هنشوف. اوكي اوكي تعالوا بقى نشوف القاعدة بتاعت النهاردة وبسرعة جدا. هنا الكلام ده موجود عندك في كتاب المدرسة اللي هو بيقول لك ايه؟ What do you like to do? What does he like to do? I like to listen to music. He likes to listen to music. هو عايز يقول لك ايه؟ تعال هقول لك. بص يا سيدي، عندنا فعل like اللي هو جايبه لك اصلا النهارده. like معناها يحب، وعند حضرتك 7 ضمائر اللي هم ايه؟ I, he, she, it, they, we, you. طيب عايزين نقول like ده مع كل ضمير من دول، بس خلي بالك زمن النهارده اللي هو present simple المضارع البسيط اللي عايزك تعرفه فيه يا حبيب قلبي اللي هو ايه؟ عندك لما تيجي معاك I حط like بس ما تزود لهاش s. اوكي they ما تقولش they likes، لا قول they like. ها we like. we like. you like. يعني ده كله هقول لايك like. امال ايه بقى امتى احط الاس؟ ايوه لما يكون معاك ايه؟ مفرد هي او شي او ات. اوكي يعني لو لقيت الفاعل هي او شي او ات خلي الفعل في اس او اي اس، يعني هنا حضرتك زودنا اس. طيب هقول لك حدوته كويسه، حضرتك معاك قطعه من اللحم، حته لحمه يا سيدي، ها ومعاك واحد، في واحد غلبان مفرد واقف وفيه مجموعة اللي هم الجمع واقفين شلة كده مع بعضهم، الحتة اللحمة دي هتديها لمين؟ طبعا نديها الغلبان المفرد اللي واقف لوحده ده، هي الحتة اللحمة دي اللي هي الايه؟ الاس. يبقى لما تلاقي ها ايوه غلبان او مفرد هتحط بالفعل
S زي likes, likes, likes. He likes, she likes, it likes. أو لو عيد اسم إيه؟ اسم واحد أو اسم واحدة. يعني مثلا محمد برضو هتقول likes. هتقول مثلا زياد likes, البراء likes. إنما هتيجي تقول نيرة برضو هتقول likes. أوكي؟ يبقى ليه؟ لأن ده اسم مفرد. إنما لو قلنا بقى إيه؟ أحمد and منى. أحمد ومنى ده ما بقاش مفرد بقى، ده بقى جمع، هتقول like. أوكي؟ خلي بالك من النقطة دي. يبقى احنا كده ايه؟ فكينا أول شفرة اللي هي like ولايكس. يبقى حضرتك هتختار like لو الاسم جمع، لو الفاعل جمع، لكن هتبقى likes إذا كان مفرد he أو she أو it. أوكي؟ طيب تعال نفك حاجة تانية، الشفرة التانية. حضرتك لما تختار في النفي don't أو doesn't مع الجمع، طيب هقول لك حاجه قبل ما نقول، ها في مين فيهم اللي فيها الحته اللحمه؟ مين فيهم اللي فيها الاس؟ دونت ولا دازنت؟ طبعا دازنت، يبقى مع المفرد على طول. يبقى وانت مغمض هتقول they don't, I don't, we don't, you don't. وخلي بالك بعدها بعد don't بتجيب الفعل سادة، يعني like بدون إضافات خالص. يعني ما تيجي تقول I don't like, I don't want, I don't go، يبقى تجيب الفعل بعدها سادة، بعد don't بتجيب الفعل بدون إضافات. أوكي؟ طيب إنما لو جالك he أو she أو it، يبقى حضرتك هتنفي ب doesn't. شوف هنا مكتوبة غلط، قول لي ليه؟ هقول لك لأن هنا كلمة doesn't ما بيجيش وراها الاس، هي كلتها حطناها هنا اهي. اوكي؟ يبقى هنا ما ينفعش اقول هي doesn't likes، وما ينفعش تقول she doesn't likes، وما ينفعش تقول it doesn't likes. امال ايه اللي ينفع؟ حضرتك تقول he doesn't like, she doesn't like, it doesn't like. اوكي؟ يبقى بعد doesn't برضو يبقى يجي like، ما تقولش likes. اوكي؟ اوكي. طيب تعالوا بقى نروح على الاسئله. طب قبل ما نقول الاسئله عايز اقول لك على حاجة بسيطة، مع do و does نفس الحكاية زي النفي. اوكي؟ يعني مع الجمع هتقول don't، مع المفرد هتقول doesn't. نتفق على حاجة أخيرة اللي هي لو لقيت الحتة اللحمة اللي هي الاس موجودة في doesn't أو don't أو كده، لقيتها الاس يبقى هتختار المفرد، يعني زي doesn't وزي does وزي likes مع المفرد. اوكي؟ لكن الجمع بيجي ساده. اوكي؟ اوكي. طيب تعالوا نحل يا شباب، هنا معانا 20 سؤال، ال 20 سؤال جايين من كتاب الطالب وكتاب الاكتيفيتي بوك. اوكي؟ طيب تعالوا نمبر 1، she doesn't like in line. حضرتك حافظ الكلمات ولا لا؟ مش حافظ؟ طب يلا حل معايا عشان اعرفك. في حاجه اسمها in line skating، معناها ايه؟ ها؟ ايوه، ان لاين سكيتنج اللي هي يتزلج. اوكي؟ يتزلق. اوكي تمام. نمبر 2، هي لايكس بلاينج، هيلعب ايه؟ بلاينج بينج بونج ولا سيلينج ولا فيشينج ولا سنوركلينج؟ ايوه، مش هم طبعا ما تقولش بلاينج سيلينج، بلاينج فيشينج، بلاينج سنوركلينج، ده كله ما ينفعش. اوكي؟ بلاينج بينج بونج. اوكي؟ بينج بونج تمام، بيلعب بينج بونج. نمبر 3، she likes to a. خلي بالك بعد to ها بيجي فعل سادة، كلهم سادة يا مستر. طيب fishing هتقول get fishing ولا collect fishing ولا go fishing ولا build fishing؟ طبعا ايوه، برافو عليك، كل حافظ الكلمات هيحلها سريع جدا، go fishing. نمبر 4، let's go horseback. ايوه برافو عليك، horseback riding ده كله معتمد على الحفظ. يبقى خلي بالك in line skating, play ping pong, go fishing, horseback riding. horseback riding. okay. number 5، he to go fishing. طيب فاكر القاعدة؟ هي هنا مفرد ولا جمع؟ ده غلبان. ايوه ايوه برافو عليكو. يبقى تاخد الحته اللحمه، فين اللحمه؟ خلي اهي شايفينها. ايوه يبقى هي likes to go fishing، برافو عليكو. نمبر 6، do they like to do. ده سؤال يا شباب واحفظوه كويس، اسمه what do they like to do.
ماذا يحب أن يفعله؟ أو what do you like to do؟ أو what do ها we like to do؟ إحنا عايزين نعمل إيه؟ إيه رأيكم؟ أوكي؟ يبقى what do they like to do؟ طيب لو كان مفرد كنا هنقول what does he like to do؟ What does she like to do؟ What does it like to do؟ أوكي شباب؟ طيب Number 7 We like to أيوة بعد to بيجي سادة يبقى play We like to play volleyball Number 8 My favorite is ping pong My favorite إيه؟ البينج بونج ده إيه؟ Subject ولا teacher ولا sport ولا food أيوة برافو عليك sport يعني لعبة إنما subject معناها مادة ودي نختارها لما نقول my favorite subject is English مادتي المفضلة الانجليش or science or math or Arabic okay أو my favorite teacher is Mr. محمد معلمي المفضل Mr. محمد لكن my favorite food is مثلا is أيوة قولها محشي مش مشكلة okay number 9 we go to Hurghada summer We go to Hurghada summer. Summer ده ايه يا شباب؟ ده اسم واحدة؟ لا طبعا مش اسم واحدة. ده اسمه ايه؟ الصيف. والصيف ده اسمه فصول السنة. فصول السنة عندنا أربعة. Summer, winter, fall, autumn. أو summer, winter, spring, autumn. No, 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 no. Summer, winter, spring, autumn. Or summer, winter, spring, fall. يعني ممكن حضرتك تقول fall لو بتتكلم American. وتقول autumn لو بتتكلم ها بريتش اي كلمه من الكلمات الاربعه دول هيجي قدامها ان قول معايا ان اون ات ان بتيجي مع الشهور فصول سنين اون بتيجي مع الايام وكلمه هوليداي اكتبها لكن ات بتيجي مع الساعات نمبر 10 هي لايك تو سينج He isn't like to sing ولا don't like to sing ولا aren't like to sing ولا doesn't like to sing هقول لك على حاجة isn't و aren't مش هينفع قول لي ليه هقول لك ليه لأن isn't و aren't بيجي وراهم الverb plus ing يعني بيكون آخره ing إنما هنا like ما فيهاش ing حلو يبقى قدامنا don't و doesn't تعال نبص على الفاعل الفاعل هنا شايفينه he هنا مفرد ولا جمع مفرد يعني ايه يعني غلبان يعني ايه يعني ياخد لحمه اللي هي doesn't شايفين اللحمه مدريه اهي شايفين حلو 11 I need a to clean my room حضرتك هتنظف الاوضه بايه I need انا محتاج a محتاج ايه to clean my room لانظف غرفتي I need a boat محتاج مركب ممكن لو فيها ميه broom ولا هوك ولا وود طبعا اللي حافظ الكلمات برضه هيقول بروم what a mess let's clean our room where is the broom broom اللي هي ايه يا شباب ايوه المقشه number 12 my favorite meal meal هنا يعني ايه يا شباب هي اللي فيها المفتاح السر is and chicken chicken يعني دجاج طيب my favorite meal meal يعني وجبه تمام الوجبة اللي انت بتاكلها اوكي ممكن تقول my favorite meal is طعمية my favorite meal is green burger لو حابب تتكلمها انجلش بجد ها نقول ايه ايوه نودلز نودلز اوكي مش انتوا عارفين الاعلان اللي بيقول لك كالوجز نودلز يعني ايه ايوه اللي هي الشعريه برافو عليك والمكرونه اوكي he likes eating بيحب اكل ايه for lunch هياكل ميلك ولا ووتر ولا روستر ولا جوس طبعا روستر يعني ايوه برافو عليكم برافو عليكم ممتازين يا شباب مش الميلك والووتر والجوس دول ايه فور درينكينج للشرب نمبر 14 ذا dog stood اون وان حضرتك دي موجود عندك في الكتاب اللي هي stood التصريف الثاني من كلمه stand لما نيجي نقول لك stand up يعني قف ايوه يبقى the dog stood on one leg يعني بيقف على رجل ايه رجل واحده ولا مناخير واحده ولا بق واحد ولا ودن واحده الدوج هيقف على ايه ايوه one foot يعني رجل قدم واحده number 15
I going horseback riding. هتقول I likes ولا sing ولا like ولا sings. حضرتك sing و sings ده مش هينفع. أقول لك ليه. Sing يعني يغني. هتقول أنا أغني مش هتنفع. شوف وقفت مش عارفين نترجمها حتى. I likes ولا like. I دي في الفريق اللي هو بتاع الجامعة. يعني مش هياخد لحمة. يبقى هتقول إيه؟ Like. اوعى تنسى. Number 16. He usually listens. خدناها listen. أيوة برافو عليكم. Listen to. يعني إيه listen to؟ يعني يستمع إلى. Listen to music. Listen to Quran. Listen to his mom. Okay. What do you... لسه أرينها من شوية. What do you like to do؟ بعد do يجي like. ما يجيش أي إضافات خالص. Okay. Oh. I the ball. I the ball. I قرناها في المحادثة. I want the ball ولا ate the ball. أكل الكرة ولا cooked the ball. I missed the ball. Okay. Number 19. They like swimming. They like swimming. هتقول ايه؟ They aren't. طبعا قلنا لأ لأن بيجوا رأي نجي. Doesn't, don't, isn't. Isn't لأ. They في الجامعة يبقى مش هتاخد لحمة. اوعى تنسى اللحمة. Number 20. I like to a game. هتعمل ايه في الجيم؟ Eat a game ولا sing a game ولا read a game ولا play a game. Play a game. يلعب لعبة. اوكي. هتلاقي حضرتك على جروب الواتساب وعلى صفحة الطالب اليوم. هتلاقي الاسئلة دي موجودة في شيتس بدون حل. بعد ما تسمع الفيديو جرب نفسك وحلها تاني. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.